السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة الديكور والتدبير المنزلي مع أمل. اليوم بغيت نتحدث لكم على البلكونة اللي كتكون في الشقق، خاصة الاقتصادية اللي كيكون مساحتها صغيرة بزاف، وبزاف الناس كيهملوها كيوضعوا فيها فقط، يعني غير اللي كيشيط عليهم كيحطوا فيها، ولكن راه يمكننا نستغلوها بصفة جيدة ونستمتعوا بها. السنة الماضية وريتكم طريقة لاستمتاع هاد البلكونة اللي فيها، يعني هي متر ونص على متر، يعني صغيرة بزاف. وريتكم كيفاش يمكننا نزينوها. هاد السنة بغيت نغير الديكور ديالها بحيث نستمتع بها في جميع الفصول. المشكل اللي كيوقع مثلا هي ان الا كانت الا كان البلكون عريان انه يقدر يتوسخ بسرعة، كاين اللي كيكون قدامه مثلا واحد الطريق اللي فيه بزاف ديال السيارات، كيكون الصداع، كاين بزاف المشاكل اللي كيوقعوا في هاد لي بالكون. اذا كيفاش يمكننا نستغلوها في جميع الفصول بلا ما يكون لا صداع لا والو؟ اذا هنا اللي فكرت انا هو انني غنوضع لها الشراجم ديال الالومنيوم، هاد الزاج اللي يمكن يتسد ويتحل. اذا انا في نفس الوقت سديتها ولكن خليت الشراجم يتحلوا من جميع النواحي. وايضا كان عندي مشكل بان هاد الغرفه هي صغيره، فبالتالي داك الباب بين البالكون والبيت كيكون حابس، اذا فبالتالي هذا كيسمح لي ان غنحيد داك الفاصل بين البالكون والبيت ونخليه مفتوح، فكيعطي واحد اتساع الغرفه وكيعطي اضاءه اكثر. هاد الشقة هادي بما انها اذا هادي عندها البالكون لون احمر، اذا ما كيتمشاش مع لون الغرفة، فبالتالي فكرت انني خصني نصبغها، وغنصبغها وحدي لان الا جبتي هنا معلم غيطلب لك بزاف، غيقول لك بان غابريكول، اذا غيحسبها الكثير، يمكن الواحد يصبغ وحده. انا يعني يلاه مبتدئة في هادشي الصباغة، اول مره غادي نصبغ يعني شي بلاصه. لقيت هذا الشق اللي هو بالطبع ماشي كبير، يعني فقط غير داك الخارج، اذا فبالتالي خصني نسدو عاد نصبغ. اذا كيفاش كيمكن ليا؟ غادي نجيب هذيك السباتول وغنبقى نحفرو حتى اي حاجه يمكن لها تطيح غطيح، وغادي ننظفو بالشطابه باش ما تبقاش الغبره. وغادي نجيب لوندوي، راك اما كيكون غبره تخلطوا مع الماء او كيتباع هكا جاهز، هو عباره عن عجين. هذا العجين يمكن تسدوا به جميع الشقوق، اذا قبل ما تصبغوا دائما غادي تغلقوا الشقوق بهذا العجين اللي هو لوندوي، كدوزوه بهذا السباتول. كما قلت لكم انا اول مره غادي نقوم بصباغه يعني الجدران، فاش غدوزوه طبعا غدفعوه في دوك الشقوق باش يتسدو، غدوزوه عليه كامل، وملي دوزوه غتخليه ينشف على الاقل ساعتين. اذا حاولوا في هذا الوقت اي شقه بانت لكم، اي ضربه في الجدار، يعني اي بلاصه ما بقاداش، فبالتالي دوزوا عليها هذا العجين وخليه على الاقل ساعتين ينشف، ومن بعد غادي ناخذوا الكارت الحرش باش نحكوه، خصو يتحك مزيان باش يولي ملس، باش ملي نصبغو ما يبقاش لك داك المنعرجات اللي كتكون فيه، لان ملي كنملسوه بهذه الطريقه فبالتالي كيبقى شويه ديال النتوءات، اذا خصها تحيد بالكارت الحرش. المرحله المواليه هي انني ملي غنبغي نصبغ خصني نحمي الارضيه بغطاء بلاستيكي، ونحمي ايضا النوافذ بديك السكوتش اللي كتباع ديال الصباغه هذه، كتبغي كتلصقها وتحيدوها باش الا داز الباسو على شي او شيت على شي بلاصه ما كتوسخاش. من بعد غادي نصبغ او تجي مرحله الصباغه. هنا خديت صباغه مائيه اللي هي سهله، سولت البائع قلت ليه كيفاش غنخلطها، قال لي انك غتضيفي كميه
من الماء بحيث تولي كيف عجين ديال البغريف. كتخلطوها مزيان باش تجانس، ما يبقاش الماء معزول على الصباع. اول مرحله غادي نبدا بالقناة او بالجوانب اللي حيت غنصبغ انا بالرولو، ولكن في الاول خصك تجيب واحد الشيتا اللي هذا هو الشكل ديالها، وغدوز بها القناة اللي ما يوصلش ليهم الرولو. بهذه الطريقه كلهم غدوزوهم، ومن بعد ناخذ الرولو باش يمكن لنا نصبغ. الطريقه باش يمكن الصباغه تغطي الجدار هو انكم غتاخذوا داك الرولو، يعني غدوزوه مره افقيا والمره الاخرى عموديا باش كتغطى الصباغه اللي كتكون الاولى، خاصه انني غندير البيض فوق لون احمر فما كتغطاش مزيان. وهذه هي النتيجه بعد ما صبغتو بيض، كتلاحظوا بان ولا الاضاءه احسن، لان الاحمر كيكون شويه غامض وكيعطي اتساع. كل ما صبغنا باللون فاتح كتولي كيبان لك اتساع اكثر في اي بلاصه صبغتوها باللون فاتح. هنا غادي بما ان هذه الشرفه غندير فيها محابق كيتعلقوا، لان عندي ذوك البراد ديال الفريد. كنت ذاك العام شريت هذا المحابق، سولوني عليهم الناس من شريتهم، شريتهم من بريكوما 55 درهم، كانوا عندي غير زوج. دابا ضفت الثالث ودرت هنا غير دوك النباتات اللي كسموه لي بلونت غراس، ما كيحتاجوش الماء بزاف، ما كيحتاجوش تسقاو بزاف، فبالتالي هاد هما اللي استعملت. ولكن باش ما يطيحش التراب على البالكون او على الجيران، ايضا كناخذ دائما شبكه تاع البلاستيك كنفرشها نغطي بها داك التراب، وكنوضع اما الحجر او الكوكياج من جهه انها كتبقى مديه ما كتحتاجش انني نسقيها دائما، وثاني شيء انها ما كتوسخش ليا الزاج، ما كتوسخش الناس اللي كان تحت ما يقطرش عليهم التراب. وهذه هي النتيجه من بعد ما علقتهم في هذا الباكو. الان بالطبع البالكون عنده مهم ان خصنا نشرو فيه. السنه الماضيه وريتكم هذا الاداه تاع النشير، راه غندير لكم كل شيء هذا الشيء في صندوق الوصف باش تشوفوا الفيديوهات السابقه. اذا خليت هذه الاداه تاع النشير، وملي نبغي ننشر انا غنحل الشراجم كلهم وغادي يكون مهوي وغادي ننشر مزيان الحوايج اللي نشفوا. هنا بالطبع انا خليته محلول قلنا باش نستافدوا من الشمس ومن الاضاءه، لكن ضفت ايضا خوامي. هاد خوامي ما نحلهم الا في الليل او اذا كانت الشمس بزاف، باش يعني تكون واحد شويه لانتيميتي شويه الحميميه. الا كنت في الليل بغيت نجلس في البالكون ما نبانش لبرا. اذا هنا كتلاحظوا انا سديته هنا في الليل، سديت هذا الريدو، فبالتالي ما كيبقاش يبان ليا يعني خارج هاد الشقه. باش نفرش هاد البالكون راه كما السنه الماضيه انني كان عندي طرف ديال العشب الاصطناعي او الغازون ارتيفيسيال هو اللي فرشت في الارضيه باش ما تكونش بارده، وباش يقدر واحد يدير زريبيه، انا بغيت نديرها كي جريده. فبالتالي درت العشب الاصطناعي، درت طويبله صغيره بما ان المساحه صغيره، هذه طويبله صغيره البلاستيك اللي كانت عندي هي اللي خليتها، ومع الكراسه ديالها وضفت مخدات صغار في هذه الكراسيات. تقدروا ديروا طويبله ديال الخشب تكون احسن، كيتباعوا كيتناو حتى هما كيكون مزيان بزاف. او اللي ما عندوش المساحه بحال عندي يقدر يدير ديك الطاوله اللي كتنا، يعني تقدر تنيها الا ما احتاجتيهاش او ترجعها، ما كتاخذش لك المكان نهائيا. غنخلي لكم ايضا كيفاش تصاوبوها في صندوق الوصف. المشكله انا عندي هنا ما درتهاش لان عندي الجدار حاضر بزاف، ما يمكنش تجي حاضره بزاف. عندي الفوق عندي دوك البارات الحديد، درت الزاج ما عنديش فين نلصقها. هذا المكان بالطبع الان بما انه ولا مغلق، زينته ايضا في الجدار ديالو
بعض اواني الخزف ديال الاسفي، جبتهم من اسفي وحطيتهم باش تعطي واحد لمسة شوية تقليدية او واحد ديكور اللي هو خفيف. كان عندكم البالكون كبير تقدروا ديروا فيه لوحات، تقدروا ديروا فيه مزهريات او اصيص زرع اللي غيكون كيدلنا من الحيط، كيعطي واحد المنظر جميل بزاف. عندكم الحرية كيفاش تصوب هذا البالكون ويكون هو كغرفة إضافية عندكم في المنزل. راه إلا كان عندكم بالكون عندكم شي حاجة كثيرة، إذا ما نهملوش ما نحطوش فيه غير اللي كان. إلا كانت مساحة كبيرة أيضا وغتقول لي خصنا نحطوا فيه مثلا بعض الحوايج، نقدروا نديروا الآن ولاو كيتشراو ديال لونجمون أو ديال شي بلاكارات ديال رقاق ما كيبانوش كيتجانسوا، نديروهم جهة الحيط، نحطوا فيهم الأشياء اللي بغينا نخبيوها ما عندناش فين نوضعوها، خاصة أن الشقق الاقتصادية ما فيهاش المكان، غنديروهم من ناحيتين ديال الجدار ولكن يكونوا متناسقين ما يبانوش، والفوق ديالهم نوضعوا عليهم مزهريات، نوضعوا عليهم ديكور وغادي نستافدوا أكثر. لاحظوا هنا غنخليكم مع هاد العصافير اللي كيغردوا ملي كتكون جالسه في هذا البالكون ديالك وانت كتشربي القهوه مثلا او كتغداو وكتستمتعوا بالطبيعه. والى فيديو اخر باذن الله.